السلام عليكم عزيزي المشاهد، أهلا بك للحلقة الثامنة من دقيقتين عافية. بهذا الفيديو شرح عن ماهية الكوليسترول والفرق بينه وبين البروتينات الدهنية ليبوبروتينز. تابع معي للنهاية لأن هذه المعلومات مهمة لصحة كل شخص. لا تنسى الضغط على زر الاشتراك بالقناة ليصلك الجديد، وخلينا نبدأ بصلب الموضوع. يقول أطباء القلب المرضى بأن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم عامل خطر يسبب أمراض القلب، ولمدة عقود توارث الناس هذا المفهوم بأن الكوليسترول في الأطعمة يرفع مستويات الكوليسترول في الدم ويسبب أمراض القلب. لكن عزيزي المشاهد، هذه الفكرة كانت استنتاج عقلاني بناء على العلم المتاح قبل 50 سنة، والآن العلم الحديث أبطلها. ما هو الكوليسترول؟ الكوليسترول هو مادة شمعية تشبه الدهون، تصنع بشكل طبيعي في جسمك لأنها مادة ضرورية لعمله، حيث يساهم الكوليسترول في بناء أغشية كل خلية في جسمك، ويساهم بصنع الهرمونات وبصورة أساسية فيتامين د، بالإضافة إلى العديد من الوظائف المهمة الأخرى. ببساطة لا يمكنك العيش بدونه. يصنع جسمك معظم الكوليسترول الذي يحتاجه، ولكن أيضا يمتص كمية صغيرة نسبيا من الكوليسترول من بعض الأطعمة مثل البيض واللحوم والدهون ومنتجات الألبان كاملة الدسم. ولكن لماذا تسمع كلمات مثل الكوليسترول والدهون الحميدة والدهون الضارة؟ عزيزي المشاهد خليني اشرح لك. ما يعرف بالدهون الحميدة والدهون الضارة هي البروتينات الدهنية او الليبوبروتينز. ليبيد زائد بروتين هي الهياكل التي تحمل الكوليسترول في مجرى الدم. البروتينات الدهنية هي كرات محشوة من الداخل بالدهون ومغطاة بالبروتين من الخارج، ولها عدة أنواع، والأكثر صلة بصحة القلب هي 3. البروتين الدهني منخفض الكثافة جدا، Very low density lipoprotein. البروتين الدهني منخفض الكثافة، Low density lipoprotein. البروتين الدهني عالي الكثافة، High density lipoprotein. بالنسبة للبروتين الدهني منخفض الكثافة والمنخفض الكثافة جدا، VLDL و LDL، تكون 60 إلى 70% من إجمالي البروتينات الدهنية في الدم، لسبب بسيط، لأنها مسؤولة عن حمل جزيئات الكوليسترول إلى جميع أنحاء الجسم أي الإنتاج. يشار إليها بالكوليسترول الضار أي أنه مرتبط بتصلب الشرايين وتراكم اللويحات في الشرايين، ونسبة ارتفاعه في الدم يعبر عن زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، ولكنها ليست السبب الرئيس، وأمراض القلب لها عوامل أخرى كثيرة تحتاج فيديو منفصل. أما البروتين الدهني عالي الكثافة HDL فهو يلتقط الكوليسترول الزائد من جميع أنحاء الجسم ويعيده إلى الكبد للتخزين، حيث يمكن استخدامه أو إفرازه، وبذلك يحمي من تراكم اللويحات داخل الشرايين، لذلك يشار إليه بالكوليسترول الجيد لأن نسبة ارتفاعه في الدم يعبر عن انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب. وأثبتت الأبحاث ارتباط انخفاض هذا البروتين الدهني في الدم بعدة أسباب مثل ارتفاع سكر الدم، التدخين، عدم ممارسة الرياضة، زيادة الوزن، والاختيارات الغذائية الخاطئة. الآن السؤال الذي يجب طرحه، هل يؤثر الكوليسترول الغذائي على الكوليسترول في الدم؟ الجواب عزيزي المشاهد كلا. كمية الكوليسترول في نظامك الغذائي وكميته في الدم مختلفة للغاية، وتناول الكوليسترول في الطعام لا يرفع كوليسترول الدم، لأن الجسم ينظم كمية الكوليسترول في الدم بإحكام عن طريق التحكم في إنتاجه من الكوليسترول. أثبتت الأبحاث الحديثة أنه عندما ينخفض تناولك الغذائي من الكوليسترول فإن جسمك يصنع المزيد، والعكس صحيح، عند تناول كميات أكبر من الكوليسترول فإن جسمك يقلل إنتاجه. وبسبب هذا فإن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول الغذائي لها تأثير ضئيل جدا على مستويات الكوليسترول في الدم، وهذا الكلام ينطبق على 60% من الناس. أما 40% الباقين فإن ارتفاع الكوليسترول في الدم هو بسبب تناول كربوهيدرات سريعة التسكر التي ترفع البروتين الدهني منخفض الكثافة بشكل مباشر، لأن السكر يتحول إلى دهون. هنا نهاية الفيديو عزيزي المشاهد، إذا حبيت سلسلة دقيقتين عافية اشترك بالقناة وادعمني بلايك، واكتب لي ما تحب أن نشرحه في الفيديوهات القادمة في التعليقات. المصادر في صندوق الوصف. معكم الدكتور فارس، ولنا لقاء آخر بإذن الله تعالى. Gonna be the lucky one.